طيب احنا سمعنا سيناريوهات كتيره النهارده في ان نادي الزمالك من الممكن ان هو اثناء المباراه يسحب 3 لعيبه او 4 لعيبه، سمعنا شويه سيناريوهات كده. لو عايزين نقول، عايزين حضرتك تقول للجمهور النادي الاهلي العدد المسموح به ان هو يستكمل المباراه او ان الحكم يكمل به المباراه، لو حضرتك تكلمنا برضو قانونا في هذا الموضوع. تمام يا كابتن سلام، عندنا احنا الماده 3، احنا عندنا القانون 17 ماده. نروح للماده 3 اللي هي تسمى اللاعبون، اللاعبون ديت اللي هي بتتكلم على عدد اللاعبين داخل ميدان اللعب. احنا قلنا الحد الادنى للاعبين داخل ميدان اللعب عند بدايه المباراه هم 7 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى. الحد الادنى لا يمكن ابدا ان تبدا المباراه، لا يمكن ان تبدا الا بعدد 7 لاعبين في الميدان. ومع ذلك النهارده بنقول في حاله ان لو حصل ان اللاعبين كانوا اقل من 7 لاعبين هم بقوا 6 مثلا، يعني ايه؟ هنقول مثلا هم بداوا 11، اللعيبه بداوا 11، في لعيب خرج وفي لعيب خرج للاصابه وهكذا، وصلوا 6 لاعبين داخل ميدان اللعب. هنا من حق الحكم ان هو ينهي المباراه طبقا للماده 3 اللي هي ماده اللاعبون، اللي هو إن عندنا الحد الادنى للاعبين داخل ميدان اللعب هو 7 لاعبين. ممكن بيحصل الكلام ده، خلي بالك بيحصل عندنا في بعض المسابقات السنيه كابتن اسلام، هقول لك في القسم الرابع، حاول مثال خلينا فرقتين رايحين في باص مثلا، فرقه وصلت وفرقه ثانيه حصل تعطل في الفريق، فبينزلوا 8، الفرقه الثانيه ما بتجيش، فهو 8 ديت هيخسر كتير، يعني هيخسر سكور كتير، فهو بيلجا ان هو يخرج ال4 لعيبه، بيبقوا الحد الادنى بيبقوا 6، وبالتالي هو عارف ان الحكم هينهي المباراه، وعارف ان النتيجه كلها هتبقى 2-0 في النهايه، وهو 2-0 غير ما تكون مثلا 8 تكون 7-0، وبالتالي هم 3 نقط هم بس اللي بياخدهم الفريق بس كده، ولكن لا يتم معاقبه الفريق الاخر. لا لا لا، طبقا للائحه اللي موجوده يعني قانونا زي ما قلنا الحد الادنى هم 7، لو بقوا 6 خلاص الحكم بينهي المباراه. يعني بس اللي بيحصل في مثل هذه الحاله ان الحكم بيصفر نهايه المباراه، هو بيتم احتساب الفريق الاخر بهدفين، ان هو فايز على الفريق المنافس بهدفين مقابل شيء. هو بيكتب تقريره طبعا اللي بتاخد القرار لجنه المسابقات، بيكتب يقول ان الفريق بدا مثلا ب 11 وحصل ان اللعيبه تم اصيبه او غيروا او المهم بيوصل في الاخر ان الفريق وصل ل6 لاعبين وهو نهى المباراه وبيسيب القرار، ولكن القرار طبعا طبقا للائحه زي ما قلت لحضرتك هو الفريق بيخسر 2-0 وبالتالي الـ3 مون. الحاجه الثانيه المهمه جدا طبقا اللائحه برضك اللي موجوده عندنا كابتن اسلام، فريق اتاخر، يعني مثلا لو الحكم جه والفريق مثلا جه والفريق الاخر اتاخر، هنا الحكم بيدي تقريبا 20 دقيقه فتره سماح للفريق، لو ما جاش الفريق بيتم مراجعه السكور وبيتم مراجعه البطاقات اللاعبين وبيكتب تقرير ان الفريق لم يحضر، وبالتالي هنا بتبقى هذه المباراه بتبقى بالانسحاب، وهنا برضك لجنه بتاخد عقوبه على الفريق اللي هو انسحب او ما جاش. اذا دي الحالات القانونيه اللي احنا سمعنا عنها، الحقيقه كلام غير رياضي، مش هقدر اقول اكتر من كده، لكن في النهايه ادينا بنشوف اللي بيحصل في كره القدم المصريه عموما.